والله احنا نتمنى في زيارة اي رئيس، يعني مش شرط الرئيس بوتين، لان مصر تتقدم للاحسن. يعني الاوضاع حاليا الاوضاع ماشية في طريق مش كويس. انا شايف ان ممكن يكون المعمول بالنسبة للاقتصاد العسكري بالنسبة للسلاح الروسي دوت هيبقى في زيادة او تطور ان شاء الله، وبدام في زيادة او تطور هيبقى السلاح الروسي ممكن يجي بدعم او ممكن يجي من غير دعم فري يعني، فدوت هيوفر لمصر فلوس، فدوت هيزيد برضو من الاقتصاد شويه. تقريبا بص، هو انا عامه ماليش في السياسه قوي، مش قاري كتير يعني عامه عن اللي بيحصل في البلد اليومين دول، مش متابع يعني تمام. بس اكيد هو جه البلد عشان في امور بيدرسوها اقتصاديا وعسكريا بين البلدين، يعني اكيد حاجات كويسه يعني مفيده للبلد اكيد. التعاون البناء ما بين روسيا ومصر بحيث ان الاثنين يستفيدوا. اسلحه، تبادل اسلحه بصفه عامه، صفقة أسلحة جاية، يعني البلد هتدفع مليارات أسلحة عشان يحارب بقى الإرهاب، يقتل بها معارضينه. والله إحنا مأمول إن إحنا نرجع علاقتنا بروسيا زي أيام ما كانت، أيام جمال عبد الناصر، علاقة قوية، لأن من ساعة ما العالم اعتمد على قطب واحد اللي هو أمريكا وإحنا في تراجع مستمر، بالذات العالم العربي، لأن أمريكا لوحدها مش كفاية وهتحكم العالم كله وهتتحكم فيه، لازم يبقى فيه أكتر من قوة. الاقتصاد المصري ممكن يتحسن في حالة واحدة بس، بعد ما العسكر يعرف حدوده ان هو يحكم يأمن البلد وملوش في السلطة، وزوال الانقلاب. تحسن الاقتصاد مع زوال الانقلاب بيبقى الرئيس مدني زينا زي دولة محترمة في العالم، رئيسنا رئيس مدني. طول ما في ارهاب الاقتصاد ده هيفضل واقع، ده مش ممكن يقوم طبعا. طول ما في ارهاب وفي الدولة بتخسر فلوس وبتخسر معنويات كتير جدا، مفيش تفكير ومفيش اقتصاد ومفيش امل، ده كله هيبوظ في الاقتصاد المصري تماما. هو ان شاء الله الاقتصاد قايم بنتيجة للناس الدعم الاقتصاد في مصر، او الناس اللي بتفكر فعلا في الاقتصاد في مصر تمام، لكن ما توقعش انه ممكن يفشل تاني. هو الزيارة ما يعني كده خطوة ايجابية، لكن بالنسبة ان الاقتصاد المصري يقوم في ظل وجود الاحداث الحاليه او لا، ده يعتمد على شغل الناس، هل احنا هنشتغل بوعي واحترافيه ولا لا. المؤتمر الاقتصادي القادم ده هيحسن من الصوره المصريه في الخارج. احنا طبعا نتمنى الفتره القادمه يكون في نشاط اكتر، يكون في نشاط اكتر للمسؤولين عشان يوضحوا للعالم يعني الحقائق، ويكون ان شاء الله نتمنى ان السياحه تشتغل.